وهاي وصلنا موقع تخييم الجديد. الشمس غابت يعني يدوب نلحق ننصب الخيمة وننصب المعسكر. هاي الجبال اشي بجنن، اشي بسطل. هاي موقع التخييم اللي اختاروه الشباب. هاي حلوة هاي. الله يسامحك. بيقطع الزلمة وبيبلش يعني بيقطع نصه. والله هنين بالشتاء. لا لا خلص. لا لا لا. راحت عليكم. راحت عليكم. هذا باللذات. فرق الجماعات. والله فرق الجماعات. طبعا هاي رحلة رمي يا اخوان. لما كل الناس عارفنا رحلة رمي. هاي الجملة بكون رحلة بحسها. هاي الله ذكرها. هاي البربيطة. هاي البربيطة. 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 أيوة بصطيف. والله هني بالشباب. كل ما بيشتد وليد وبيضبط أموره يخرب الدنيا. أنا هذا مكيف على شغلة واحدة بسوي لها فتح تصوير إنك تركني على الأرقيلة. بصطيف. أنا الشغلة طبعا موثق الكلام هذا، الشغلة اللي أنا منزعج منها إنه أنا مش قادر أحكي معهم زيد. فش تغطية في المنطقة. فش إيش؟ فش تغطية. فش تغطية، فش بث. يعني هذه الشغلة أنا يعني مع إني طلعت على الجبل هناك مشان على الجبل اللي غاد مشى 5 كيلو مشان يحكي تليفون. أنا كمان بدي أسجل شغلة إن أنا الشغلة متنكد منها وزعلان عليها وقلبي بدي أحرق عليها إنه مش قادر أحكي مع زيد. يا سلام. سجل والله ايمن شو في عندك ابو ليمون. تعال صورنا واحنا قاعدين مع الشباب قبل ما يطفي اللمبه. اختفيت من المسجات اللي ودت لي اياها اليوم. تعال ابو ليمون على الطريق. يا سلام. اختفيت. انا قريت يعني مشحون مشحون ل 48 ساعه قدام. اشتقت اليك يا ابو ليمون. هلا شغال بسجل. بدك تيجي هون. تيجي هون هون ايمن 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 هون طبعا عشان تجيبنا هيك. ايه شو زمر هذا. هذا السكيورتي تبعنا. هذا السكيورتي ايمن. الحركه الله يمسيهم بالخير الشباب. ايمن تفضل يا سيدي. روح هون 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 وليد. اسمع الله يمسيك بالخير. روح عند ابو جهل. كمان كمان امشي كمان احسن. شو طفى خلصت هيك نطلع بطلع صوره هيك. يعني مليحه مليحه قولت. والله لين ابو خالد قلت اخواننا اهل الشمال ابو بيبرز. بيبرز بيبرز ابو قطز. أنا ليش مركز على التصوير؟ لأنه كل طلعة كنا نطلعها كنا نتندم إنه ما صورنا قاعدة في الليل وما صورنا للشوي. ما صورنا ما التهينا بالأكل بس هسه يعني هي فرصة نصورنا شوي. يا أخي أنت بحالك إنك تاكل. جنبه ما تروح. يلا كبير. في جنب قلت مش عنده. وين عنده؟ وين جنبه؟ إيش أبو سكيك؟ طبعا إحنا الساعة 1:30 في الليل هسه. يا اخوان كانت عنده هسه انا غطيته اكثر من مره فيها. هيو هيا 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 الساعة 1:30 والشباب سهرانين تجلت معهم السهرة. يا مية ابو سطيف البنزين هذا شو له صرفة؟ صرفة ايش؟ بعده عن ال وليد مالك؟ تعرف انه مصطفى ما قعد نص ساعة على بعضها؟ يا ابو سكيك احنا جايين نقعد هون. جرب اجت الانذار. احنا جايين نقعد هون. كل مرة بجرب. احنا جايين نقعد هون يا اخوان. طبعا جايين بوظيفة. كل الساعة بسطيف؟ الساعة 1:30 قطعوا له الرتم الشباب. قطعوا له الرتم.
هات تفضل ترى احط عليها. هات كراسي، هات كراسي، يلا بس حط مسوره الانتقاد هناك. ما في مشكلة اقعد اسمع وطق فيه. رفيع رفيع يا عم خليها تطق اقعد. يلا انت وثائق للسيريغرافيك انت تعال خلصنا. جد قد مصطفى ذكرني بكل قوه. يلا يا اخوان يلا يا وليد بديش ورقع بصور اطلب الصوره وثق هاي وثق اطلب الصوره بصور فيديو الله لا يوطز لك. اسمع احلل لكم ليش وليد بطقع بالصور وقف التصوير معلم او بلاش حاله نفسيه هاي لا تحليل جاهز هو بده يعمل اي حركات مش يعني بتنم على انه مش بوعي ليش مشان ام خالد تشوف الحركات هاي يقولها كيف اهدى انا في صراع مع الحياه طب يعني هسه طقعت الفص فيها تفريغ ذاتي فرق يعني تفريغ ذاتي تفريغ هوائي انا هاي الصخره مش عاجبتني بدي اجيب صخره ثانيه واضربها واكسرها بس هيك تلوث البيئة انت هيك هذا خرب وهذا خرب داير لي على النظافة وعلى الاتيكيت وعلى حزام الأمان وعلى البيئة وخربت مصطفى هذا الزلمة عقلاني طبعا this is test drive for the Ford Escape Hybrid 2009 model in Wadi Rum area I have seen a lot of video shots but I have never seen one indicating the or showing the power of this car in Wadi Rum area. We have been camping here. We have moved around eight kilometers in the desert. Abu Skaik, drive. Yalla. اسمع كذب ابو سطيف يقول انه هذا قاعدين نعمل تيست على الهذا يقول له مشان اشوف كيف قدره المحرك كيف شو اسمه العجلات كيف التست درايف؟ بدنا منطقة فيها استنى خلينا اركض ابين بالصورة ما فيش ترى من عندك يا زلمة هون يا زلمة انتم ماشيين على شارع زفت وجابين طبعا وي ار ستيل عندنا في رم وادي رم يعني مناطق هون اشي حلو رائع اتس ذا بيتش رم It is the best drum. Best drum. بس شو خربت البتش؟ اسمع أنت بتصورنا ولا بتصور بالمناظر ال. The escape still moving ahead. And it's showing very very nice performance. بس هاي البتش رم مش طبها. It's difficult for normal cars to come to this to these areas. I have a photo with a Ford Escape here. تعال احنا نحكي لك على السيارة. As this is so bad car. So bad car. يا زلمة يروح طير يا زلمة يلا خرب الله على وجهه. The bitch car I have seen. بس يا زلمة الصوت مش مشكلة احكي زي ما بدك صوت بغيره بدبلجه ما تخافش. It is Ford. لا يا زلمة لا Ford no Ford. لا يا من هيك والله انكو جوز همل. لا صور هاي لقطة حلوة. لا يا زلمة صور انا عليك صور جنب الفورد. It is the best Ford. Best Ford.
والله انكم اكلين كريم جكر فيكم صدقوني غير خليكم تروحوا على القريه مشي. طيب ماشي دوروا على سياره تحملكم يا همل. جعفر ولك استنى يا بارد. ولك راح تركنا هذا العيان. ولك أيمن. ولك معناش طواقي. ولك يا حبيبي وانا بعيد افكرها قريبه. شو تراب؟ والله فعلا اذا السياره ما كانت قد حالها. طلع طلع يا زلمه طلع. والله في مناطق اللي غادها شفت؟ المناطق اللي جينا منها على اليمين بالحرام فيه ترى اقول لك قبالنا والله اخو اختي بطلع. ارجع ارجع ارجع. شوف كيف تلعب ما شاء الله على اللعبه. ترقص رقص رقص زي العروس. أيمن لا خلاص اطلع اطلع فوق اطلع. هاي فيديو. طبعا احنا هسه فوق الجسر فوق الجسر العكبير. لحظة يا اخوان لفة كاملة. الخزعلي هذا اسمه الخزعلي كتبناه على جوجل ايرث. لما وصلنا اكتشفنا انه فعلا منطقة سياحية. عرفنا حددنا على جوجل ايرث الناس داخلين على شق الجبل. هاي قربنا على الشق على شق الخزعلي. الوادي اللي يخلي نحكي معاك منطقة حلوة زي ما توقعت سياحية. هاي جروبات سياحية هون. أيمن تعال صورنا هون. تعال تعال وقف هون على الشق بالضبط.
طبعا احنا لسه داخلين في الشق، شق الخزعلي. لو وسعوا شوي هذا شق الخزعلي. طب تجيبوا جراحه بكره للعمارات اللي قاعد توسع شوي. لو وسعوا شوي. وهذا شق الخزعلي. روح طالما ماشي امشي يا زلمه، طالما ماشي ما في خلاص ما في نتيجه. امشي امشي يا زلمه ماشي. اه تعال بعدين ايمن حبلك وين الحبل؟ روح اطلع اطلع في البوات هاي. لا ايمن احنا هون في منطقه يعني مش صور عبد الرحمن يعني مش الجن الازرق، العفريت الاحمر بزمناته ما وصلها. هاي طرف القريه تحت، هاي طرف القريه. دليل اني موجود وكان فريت. وهي ها مشان تصدقوا هاي جعفر سكيك، هاي جعفر سكيك. وشايفين الجبل هذا العالي فوق؟ هسه بده يطلع جعفر على راس الجبل من فوق يربط حبل وينزل. بس يمكن يعني بتعرفوا لصعوبة التصوير ما نقدرش نصور اللقطة هاي احنا. بس هذا يعني اللي وصل هالجبل بيقدر ينزله ما في مشكلة. صور صورها كتيبة من عندك الكاميرا ما عندك. طبعا هون الطبيعة يا اخوان. انا بدي ادخل في الشقة ذاك بدي اشوف نهايته وين. سبحان الله جبال. طبعا السيارة احنا بعرفش تبين من هون بتبينش، يمكن تبين من فوق. ارجع نفس الطريق لان الدخان وقع. طيب طبعا هون طبيعة، طبيعة رائعة شيء لا يوصف يا اخوان. مبينة السيارة من عندك؟ لا السيارة مبينة؟ لا مش مبينة. معقول؟ طبعا السيارة تحت. لحظة صور صور لحظة علي. السيارة تحت في الوادي. مبينة السيارة. وهاي القرية وهاي ابو سكيك. خذ تليفونك صورنا بشوي شوي لف هيك وجيب علينا. شغال شغال تصور. صورتكم على القرية. وهاي انا ابو مش عارفينك. هاي انا قتيبة. هاي انا ستيفوزو. ستيفوزو يتألق في وادي رم. اكتشف بلدك يا اخوان. هذه جولة كاملة. لو واحد يجيب خيمه يخيمه شوي يروح بس خلص خلص صورت صورت مش خليك عندك بدك تجيب القرية. هاي القرية هاي القرية. اوكي خلص وقفتها. تليفوني طبعا احنا بعدنا في وادي رم. انت ما سمعت الخطة. هاي السيارة تحت. العسكري وقع هاي السيارة. الطيارة زمته. هاي سيارتنا وهاي القرية. وهسه بدنا نفرجيكم بدنا نفرجيكم أحلى وأروع هواية ممكن يمارسها الإنسان على الإطلاق. واحدة من أروع الهوايات. بعرفش يا أخوان مبينين ولا مش مبينين بالصورة؟ شايفينهم اللي عم بتسلقوا في الجبال؟ واحد لابس بلوزة بيضة، واحد لابس بلوزة بيضة، واللي تحتي لابس بلوزة حمراء. وهي في اثنين قاعدين تحت. آخ لو في زوم في الكاميرا بس. هاي امي ها نحاول اسمع. طب اتفرج هاي في اثنين فوقيهم يا بسطيف. ما في اثنين
هم خمسة هذول. وين؟ تفرج على اليمين، على اليمين لفوق. طبعا لحظة لحظة، طبعا هاي وفي كمان اثنين. اسمع، وفي واحد بنت والله، وفي ناس هناك ترى على الصفاه. هي احمر بالشق، هي هي بالشق هي. هي يا الله، هاي امي هناك، وهي في كمان واحد هناك يا اخوان. وهي في واحد هناك. هواية خلص، بطلعوا هيك. طبعا هذول هاي أروع هواية ممكن الإنسان. فرنسيين يا أخوان. ابو الاحمر طلع معلق تعليق. وينه؟ طلع ابو الاحمر. وين جاي؟ بين الاثنين هذولا وهذولاك. طلع 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 طلع. مربوط. والله ايه والله ماني شايفه غضنا. وين كاين هذا؟ هذا بدق مسامير. هسه بدق مسامير وبيطلع شوي شوي. هسه بثبت عنده. في لو وقع طبعا هاي في واحد احمر على الشق هون، بعرفش مبين ولا لا. طبعا هاي شايفين قاعد بينزلوا في صندوق معهم دريل، وهي قاعد بينزل. هو بينزل مع الصندوق ولا بينزل في الصندوق؟ هو مع الصندوق. بينزل وبنزل في الصندوق معه. طبعا هذول مش محترفين، هذول بروفيشنالز. يعني شو الفرق بين البروفيشنال والمحترفين؟ والله مش عارف، بس لو شفت في فرق. يا وليد 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 الشخه وليد وجدنا يمين الشباب. ايوه وليد نزل، وهي السياره تحت يا اخوان.